ببركة سيادة البطران ويليام الشوملي النائب البطريركي اللاتين في القدس وبحضور الأب رامي عساكرية، اجتمعت مجموعات رسل الرحمة من مناطق بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور في مؤسسة العمل الكاثوليكي بمدينة بيت لحم، وذلك بمناسبة اقتراب عيد القديسة فستينا رسولة الرحمة الإلهية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بحق آلامك الموجعة ارحمنا وارحم العالم أجمع. عقد اجتماع أخوي بمناسبة عيد القديسة فستينا، والذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في القدس وفلسطين، والأب رامي عساكرية كاهن رعية سانتا كاترينا، وذلك في قاعة العمل الكاثوليكي، حيث اجتمع مع الأخويات من رسل الرحمة الإلهية من مدينة بيت لحم وبيت سحور وبيت جالة. تخلل اللقاء صلوات وتأملات وتراتيل ومداخلات وشهادات حياة، وصلى بقلب واحد على نية المرضى والكهنة والراهبات والشباب والدعوات والخطأ، حيث ركز المطران الشوملي على حياة القديسة فستينا ورحمتها اللامتناهية وتضحياتها وطلب شفاعتها، وأيضا نبذة عن الرحمة الإلهية وأهمية التمسك بمسبحة الرحمة الإلهية. اجتمعنا اليوم من منطقة بيت لحم بيت صحور بيت جالة تقريبا 40 شخص، واجتمعنا حتى نتكلم عن الرحمة الإلهية بكل أبعادها، حتى نصلي للرحمة الإلهية. وأكثر شيء مؤثر سمعنا شهادات حياة، خصوصا من أمهات فاقدات لأبنائهم، كيف أنه بعد موت أبنائهم اكتشفوا رحمة ربنا، يعني من خلال الصليب اكتشفوا القيامة. كان يوم رائع لولادة حركة جديدة في منطقة بيت لحم، مشان نصلي من أجل جميع المتألمين في العالم، وخصوصا ليس فقط أصحاب الأمراض الجسدية أو النفسية، لكن أيضا الأمراض الروحية اللي بحاجة لشفاء، وربنا الوحيد اللي قادر يشفينا من أمراضنا الروحية. قبل سنة وثمان شهور فقدت ابني شاب 36 سنة، ترك وراء طفلين وزوجته طبعا، بس الحمد لله أنا هلأ بمر في حالة فرح الحمد لله، لأني أنا ابني انتقل، ما توفى ابني، صار عندي ملاك بالسماء، وإيماني الحمد لله نشكر الله صار أقوى وأقوى، وكل الناس بتشوفني بتضل تقول لي أنت يعني دائما فرحانة دائما مبسوطة، بس الحمد لله هذا الفرح والانبساط اللي بيكون عندي هو ده كله من إيماني بأنه ابني انتقل، ما فقدته، ابني صارت روحه حلوة، ملاك بالسماء بيكون معي بكل إشي، كل خطوة بحياتي، كل فرحة، كل ألم، كل أي إشي بصير معي بحياتي بطلبه معي، ودائما الحمد لله بكون واقف معي. تجارب كتير صعبة بحياتي، بس إيماني وثقتي بربنا يسوع المسيح ورحمته علي هي اللي أعطتني القوة أني أستمر بالحياة، وإيماني كان يزيد أكبر وأكبر مع رحمة ربنا وثقتي فيه. اثقوا بربنا وهو دائما معاكم، ورحمة ربنا كتير كبيرة وما إلها حدود. وفي نهاية اللقاء الذي عزز وجود أخوات الرحمة الإلهية في الأراضي المقدسة، أعطيت البركة وأقيم حفل استقبال للمجموعات والتقاط الصور التذكارية لأعضاء رسل الرحمة الإلهية. لنرسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.